بسم الله الرحمن الرحيم، نعتذر عن القطع المفاجئ صار يعني بالمحاضرة السابقة الفيديوية السابقة، أنه انقطع التسجيل وصلت إذا أشرح على السكشن 4-4 شرحناه وكملناه. ورا ما استخرجنا الهيد لوس فريكشن من 3 إلى 4، بعد أن يعني الفكرة العفو الفكرة من استخراج الهيد لوس فريكشن انه شنو احنا على مود نستخرج التوتال انرجي لاين. التوتال انرجي لاين اللي هو راح يصير شنو؟ التوتال انرجي لاين بالسكشن السابق يعني بال 3 3 ايش قد كان يقرا؟ اللي هو هذا بال 3 3 102.663 نقصا من الهيد لوس فريكشن من 3 الى 4 اللي هو 0.052 اللي هو هذا، يطلع الناتج 102.611. زين لهنا وقفنا، لا الغايه شنو؟ احنا نوصل الى مستوى سطح الماء. مستوى سطح الماء شنو؟ النقص من التوتال انرجي لاين لشحنه السرعه اللي هي في سكوير اوفر 2 جي. الفي سكوير اوفر 2 جي اللي هي شنو؟ اللي هي في 4، لازم لان احنا بسكشن 4-4، فالشحنه بالسرعه بالسكشن 4-4 اللي هي في 4، فالفي 4 سكوير over 2G اللي هي 0.05، نقصها من 0.05 تطلع عندي الفري سيرفيس ليفل، هذا سطح الماء. وبعد شنو؟ بعد الغايه انه البيد ليفل نشوف ايش قد صار، فنقص الارتفاع الماء يستخرج 99.891 البيد ليفل. بعد ان استخرجنا هذني ناو التوتال انرجي لاين والفري سيرفيس ليفل والبيد ليفل ات سكشنز بالسكشنز 1 و2 و3 و4 ار نون، يعني معروفه. زين از بي سي بي اف وال سي اند ال اي ار نون معلومات الدي اللي هي البيد ويدث بنقطه سي والبيد ويدث يعني بالكونتراكشن نقطه سي اللي هي يعني نعتبرها النورمال، والبيد ليفل البيد ويدث العفو بالفلوم والال سي الطول وطول الاي ار ناو ناون ذا ويدث اوف ترانزيشنز ات فاري سيكشنز. هسه اريد نعرف افضل الترانزيشن بالمقاطع المتغيره الفاري سيكشنز. كان بي ديزايند وذ ذا هيلب اوف متشراز فورمولا. هاي متشراز فورمولا اللي حكينا عليها بالبدايه اللي هي شو تقول؟ تقول العرض بالقناه ات اني ديستانس اكس تساوي البي اف في البي سي في ال سي على ال سي بي سي ناقص بي سي بي اف في الاكس. الاكس اللي هي المسافه اللي راح احنا نفرضها. ولذلك ثو ذا فورمولا از ديرايفد فور ريكتانجلر سكشنز، راح نقسمها الى مقاطع مستطيله. ات كان بي اسيوم تو هولد جود فور ويب ترانزيشن اولسو. هاي مهم يعني مفيده ومساعده للترانزيشنز اللي يكون على شكل الويب اللي هو المتدرج. The design can be best done in tabular form as follows. بالشكل الآتي، هذا الجدول شلون راح يصير أشرح لكم إياه. عندنا distance from section 2-2. ليش 2-2؟ لأن هو بداية الترانزيشن يبدي من 2-2 يخلص ب 2-3. 3-3 يعني 2-2 لا 3-3 راح ورا 3-3 يبدي فلوم. 3-3-3-4 هذا فلوم. 4 ورا الأربعة يبدي شنو؟ يخرج. يعني هالشكل هو هذا ترتيبه. فعندنا 40 متر احنا اللي هو طول الترانزيشن اللي هو الكونتراكشن يعني التقلص، هذا اول ما يبدا يتقلص فطوله 40 متر. فال 40 ننقص منها 3 اول ما 37، هسه واحد يقول ليش 3 ليش 2؟ لا هاي التصميميه، فاحنا ناخذ هيك انت ماخذها مثلنا بالامتحان، نقص 3 بعدين نقص 2 بعدين نقص 5، شوف 40 صار 37، نقصنا 2 35، نقصنا 5 30، نقصنا 5 25، بعدين نقصنا 5 20، بعدين 10، يعني من 20 نقول 10 و0. فهذه التقسيمات الستاندرد على مود نعرف المقاطع العرض مالتها على ايش قد، يعني على عرض مثل بال 40 بال 37 بال 35 بال 30. فهاي اكس تمثل، فهذه ال 40 وال 37 هي الديستنس هي تمثل اكس، وهذا الاكس راح تفيدك بتحسب العرض البي اكس اللي هو من القانون اللي اخذناه قبل شويه، يعني قبلها بالسلايد اللي قبلها شرحته. فهنا نحسب البي اكس اللي هو العرض عرض القناه
صار 35. هنا نجي 1 إلى 1 تبقى، لأن هي عندك 40 فتبقى 1 إلى 1. هنا الأريا هي مساحة شبه منحرف، فمساحة شبه المنحرف اللي هي بي زائد زد في الدي كلها بين قوسين مضروبة في الدي، فتجي البي اكس 35 تجمعها الى زد يعني 1 في دي اكس 2.7، الدي اكس ثابتة طبعا 2.7 وين مكان هو الارتفاع ثابت، سد القوسين تضربها في 2.7 تطلع الناتج الاريا 108.1. زين فيلوسيتي، فيلوسيتي شنو هي؟ الكيو اوفر اي، فاي اي والكيو عندك 100 موجوده اصلا بالسؤال، ف100 تقسيم 101.8.98 الفي، بعد ورا الفي العمود الاخر وفي سكوير اوفر 2 جي تربعها وتقسمها على 19.62، وراها شنو؟ هاي الفي سكوير تنقصها من التوتال انرجي لاين اللي هو هذا قانونها، تجي هنا هذا القانون هذا 102.75. شنو 102.75؟ هاي 102.75 اجي اشوف لك اياها اذكرك بها، هنا هاي 102.75 هذا اللي انت بالسكشن 1.1 اصلا شغلك، بس هذا شغلك كله بالسكشن 1.1 وش قد عندك التوتال انرجي لاين 102.75، فهذا التوتال انرجي لاين 102.75 هيبدي يقل شويه 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 يقل الى ان يوصل ل 2.2، فالمسافه من 1 الى 2 هي 40 اللي احتقسمتها 40، شوف من ناقلت 40 بعدين 3.37 بعدين 2.35 وهكذا لان توصل للصفر الثنين، يعني بالسكشن 2.2 انت تصفرها لل 40، لازم من 1 الى 2 هاي ال 40 مقسمها، فارجع للجدول. فهذا الجدول اللي هو 102.75 ناقص، طبعا حتى شنو تفرض لينير 40 ناقص اكس على 40 في 0.026 اللي هو ال HF، ال HF 0.026، ال HF وين همين؟ بالمقطع واحد، ارجعك للمقطع واحد اشوف لك اياها، هذا بالمقطع واحد اوكي. فعندنا هسه احنا بالسكشن واحد، من سكشن واحد الى سكشن اثنين ايش قد ضاع الطاقه من سكشن واحد الى سكشن اثنين؟ هنا شوف اتش اف من واحد الى اثنين بهذا القانون اللي هي الهود لوس فريكشن من واحد الى اثنين حسبناها 0.026. اذا انا من اريد اشوف على اي مسافه من واحد الى اثنين فهذا ال 0.026 هو الفريكشن الضياع ضائعات النهائيه، يعني ضائعات التوتال من واحد الى اثنين تتقسم على 40، وهاي الأربعين على شقد أكس عندك، كل أكس من عندها تأخذها وتضربها في 0.026 حسب هاي المعادلة، هاي المعادلة، هاي المعادلة 102.75 عرفناها شنو هاي 102 اللي هي التوتال انرجي لين، التوتال انرجي لاين ببداية المقطع، يعني بداية قبل لا يبدي الكونتراكشن، بعدين ناقص ناقص شنو هاي ناقص؟ لانه هاي الهيد لوس فريكشن، هنا الهيد لوس فريكشن التوتال كليته 0.026 فتفرضها لينير، فمن تفرض انت عندك انه الانحدار يعني بالطاقه هو لينير خطي، فال40 ناقص الاكس اللي تفرضها مثلا 35، ف40 ناقص 35 على 40 وتضربها في 0.026 تطلع ايش قد نسبه من ال 0.026 وهي هاي، شوف اخر شيء بحيث 40 ناقص 40 على العفو ماكو 40 ناقص 40 مثل هنا صفر، يعني 40 ناقص صفر 40 على 40 واحد في 0.026 تصير عندك يعني نفسها المقدار 102.75 ناقص 0.026 اللي هي اخر نقطه اللي هي اخر شيء بال يعني من توصل لرقم 40 يصير عندك النهائي 0.026. ليش؟ لانه الاكس صارت صفر، هاي شوف ليش انا بديت من 40 الى صفر على مود هذا الهيد، ما ابدي من صفر الى 40، هاي واحد من الاسباب اللي ليش تبدي من 40 الى صفر، هاي هنا الجواب مالتها. فهذه التوتال انرجي لاين يعني توضحت وشرحتها بعد بشكل وافي وكافي، فاول قيمه تصير عندي اللي هي الاكس 35 العفو
الاكس 40، ف40 ناقص 40 صفر على كميه صفر فصير 102.7. ها شوف 102.7، والبيد ليفل هو 100 لان هي نقطه 40 هي النقطه الاولى اصلا، بعدنا احنا بهاي النقطه ما نزلنا وبدا على مود شوف واحد الى واحد بعده، فهي النقطه الاولى اللي بعدها ما انت متغير عندك المقطع وما بادي يصير عندك كونتراكشن. بالنقطه الثانيه 37 يبدا عندك الكونتراكشن اللي راح تصير عندك الاكس 37 وتمشي البي اكس تستخرجها على القانون اللي بالسلايد كان هنا، هذا القانون اللي موجود، هذا تطبقه تطبق هذا القانون على الكولوم مال بي اكس، استخرجتها 31.82. بعدين تستخرج زد جديده، شلون تستخرج زد جديده؟ الاكس اللي فرضها تقسمها على 40، همين تفرضها لينير شلون 1 الى 1 نفس الفكره. فالاكس اللي فرضها 37 تقسمها على 40 تطلع 0.925، هاي زد الجديده على مود شنو تضربها في الارتفاع 2.7 تجمعها للبي، تجمعها للبي يا بي اللي هي هاي بي اكس اللي 31.82 وتضربها في 2.7 تستخرج الاريا، وهاي الاريا تفيدك بالفي لان ال100 على هاي الاريا تطلع ناتج الكيو الفي العفو اللي هي كيو اوفر اي، بعدين تربعها تقسمها على 2 جي وتجي هنا 102.75 ناقص الاكس اللي هي تفرضها مثلا اللي انت ماخذها 37، فصارت التوتال انرجي لاين 102.748 تنقصها من الفي سكوير، هاي اللي حسبتها في سكوير وتوجي على مود تستخرج البيد ليفل اللي هو شنو؟ اللي هو الفري سيرفس ليفل ناقص ال 2.7 بالعشره اللي هو ارتفاع المي، فيطلع عندك الناتج شنو؟ هذا البيد ليفل. وهكذا كل البقيه الى ان توصل الى صفر، صفرها يعني اخر شيء صفر اللي هو هذا الناتج مالته اللي هي بعد وراها تبدي الفلوم تخلص الترانزيشن. بنفس الاسلوب والطريقه راح تروح على السكشن الاخر اللي هو شنو هذا السكشن مال 3 3. شوف سكشن 3 3 هذا هذا سكشن 3 3 من 3 3 الى 4 4 هاي المنطقه عندك منطقه اكستراكشن وطولها 60، طولها 60 هذا همين شلون طولها 60؟ ها شوف هاي 60 خط واحد يعني داخ او شيء، هاي وحده بوحده وياكم، هاي طول طولها بتيجي هسه شوف من صفر هنا بالعكس من صفر الى 60، هناك من 40 الى صفر، هنا لا من صفر الى 60، ونفس العمليه همين تفرض مثلا هنا نفرض عشرات 10 20 30 40، بعدين قبل 40 نبدي 5 5 5 نبدي، بعدين 55 57 شوف هي تعتمد يعني مثلا واحد اخر يقول لا انا مثلا فرض 56 همين صحيح 6 سوي مثل ما احنا نسوي ان شاء الله من تجيك بالامتحان مثلا هيك نوعيه اسئله يعني تقيد بهاي الطريقه اللي نعطيك اياها افضل لك. فهذه نفس الاسلوب الاكس البي اكس نفس الطريقه شلون ما شرحتها، والزد نفس العمليه، كل شيء نفس الاسلوب والطريقه، بس هنا تحتاج شنو؟ تنتبه على التوتال انرجي لاين، يصير عندك شنو التوتال انرجي لاين 102.663، هذا ال 102.663 شوفك منين اجى عندك، هذا شنو اللي هو الهيد لوس من 3 الى 4 102.663 هذا موجود هنا، هذا من 3 هاي سكشن 3 3 والهيد لوس فريكشن العفو التوتال انرجي لاين 102.663 اللي هو السكشن 3 3 يعني خطأ قلت الهيد لوس، لا هو مو الهيد لوس، التوتال انرجي لاين، التوتال انرجي لاين 102.663 هذا 102.663 ناقص الاكس اللي انت راح يعني تفرضها على 60، 60 هو طول المسافه لين اكس على 60 تضربها في الهيد لوس فريكشن من 3 3 الى من 3 الى 4 يعني من سكشن 3 الى سكشن 4 همين هذا محسوب من سكشن 3 الى سكشن 4 هذا
شوف الهيد لوس فيكشن من السكشن 3 ل 4.052، هذا 0.052. ها هي هذه ثبتها الموجود، الاكس تحتاجه، هذا الاكس كل ساعه يتغير. بعدين ورا ما حسبت تريد تستخرج السيرفس ليفل يعني مستوى سطح المي، تنقص التوتال انرجي لاين ناقص شنو؟ ناقص الفي سكوير اوفر 2 جي، ناقص شحنه السرعه تستخرج ايش قد عندك السيرفس ليفل. عفوا السيرفس ليفل اللي استخرجته منه، شوف هاي الفي سكوير اوفر 2 جي اللي هنا تحسبه، تنقص منين؟ تنقص من التوتال انرجي لاين تستخرج السيرفس ليفل. الفري سيرفس ليفل تنقص من 2.7 تستخرج البيت ليفل. وهكذا هذه الصورة العفو يعني السلايد هو نهائي. هنا البيت كونتراكشن 35، بعدين نشوف هاي سكشن 1 إلى سكشن 2 صار عندنا كونتراكشن طولها 40، واللي هذه قبل شوي قسمناها أكسات، أكس يعني بدينا من 40 وانتهينا بالصفر. وهذه اللي عندك التوتال انرجي لاين والفري سيرفس ليفل الشكل يمشي، شوف ينزل، والتوتال انرجي لاين 175، بعد من 1724، بعدين 122663، ويرجع 100 ويصير العفو يوصل 102611، ما يرجع لان هو يعني بكل ما يمشي قل الووتر ليفل، يحافظون على مستوى يعني من القاع، يحفرون من القاع فيبقى نفس المستوى. سواء يقول شلون يحافظون على المستوى، يحفرون القاع شويه يصير مستوى نفسه. فهذا البيد ليفل الخط مالته، وهذا خط السيرفس ليفل، والخط الثالث المنقط التوتال انرجي لاين، وهذني السكشنز اللي اخذناها هذا 1 2 3 4. هنا المسافه 130 متر مسوين بها قطع يعني هيجي على مود يعني هاي دوت تو سكيل تبين. وهنا بعدين ورا الفلوم، هذا الفلوم اللي هو ال او اف، ورا الفلوم يصير عندنا شنو؟ يصير عندنا الاكستراكشن اللي طوله 60، ورا يرجع طبيعي يعني فد يمشي شويه مسافه، وبعدين يصير يعني مقطع النهر، يرجع على مقطع النهر. هو هنا رجع المقطع النهر حقيقه، يعني بهالمنطقه رجع مقطع نهر طبيعي. فكل ما يخص الرسم اللي هو التوب البلان والسكشنز اللي هي هنا كل سكشن قدامها مواصفاتها. هاي هنا ما كتبناها طبعا، هاي الارقام من 3 ل 4 من 1 2 2 موجوده بالجداول. اريد اشوفكم هذا الجدول اللي هو موجود من صف ثاني، حبيت اضيفه هنا للفائده انه شبه المنحرف. هذا كان شغلنا على شبه المنحرف. شوف هاي 1 الى زد تكبره أنا مود صيب واضح شوية، هذا شبه المنحرف. هذا احنا شغلنا اليوم كان هذا شبه منحرف. شوف هذا واحد والأفق زد، فيصير عندك هاي الاريا بي زائد زد واي في واي. فش كاتب هاي المرة؟ كاتبه بي واي زائد زد واي تربيع، نفس الشيء يعني الواي دخل عليهم يصير بي واي زائد زد واي تربيع. وهنا البي اللي هو شنو؟ المحيط المبتل مالته هذا يعني هاي الاريا، وهذا المحيط المبتل بي، وهذه الارج اتش اللي هي اي اوفر بي. شوف بالمستطيل الاريا بي في واي، والمحيط المبتل بي زائد 2 واي. هناك الواي كان اسمه كابيتال دي بالسؤال مالتنا، الواي كابيتال دي. وهذا شبه المنحرف، هاي الاريا مالتي، هذا المحيط المبتل، هذا نصف القطب الهيدروليكي الار اتش، هذا التوب بعد التي. شوف هاي كل شيء موجود من موجوده. هاي عاد لابد وان شايفيه التوب صف ثاني، بس عاده واحد ينسى. وهاي يعني كل ما موجود ويخص موضوع الترانزيشن. نأمل أنه يكون وصلنا لكم بطريقة سلسة يا ربي، و يعني إن شاء الله المحاضرة القادمة نشرح لكم، أو الفيديو القادم نشرح لكم البوكس كالفرت الصور. ونتمنى لكم الموفقية دوم يا ربي. مع السلامة.